بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية الاختصار: فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. فصل. يتكلم في هذا الفصل عن الأوقات التي نهي عن إيقاع الصلاة فيها، وللعلماء في ضبط هذه الأوقات طريقان، منهم من جعلها خماسية ومنهم من جعلها ثلاثية، والشيخ هنا اختار الطريقة الثلاثية في الخماسية في العد، بعض العلماء اختار الطريقة الثلاثية، لكن الشيخ هنا اختار الطريقة الخماسية في عد الأوقات التي نهي عن إيقاع الصلاة فيها. وطريقة الخمس أفضل وأحسن، كما نبه على ذلك شراح متن أبي شجاع، هي طريقة مستوعبة، طريقة مفصلة، طريقة مبينة، أن النهي قد يتعلق بفعل الصلاة وقد يتعلق بالوقت، على ما سنوضح وسنذكر ونبين. ثم اختلف العلماء من الشافعية، لا من غير الشافعية، لأننا معنيين بالكلام عن أئمتنا الشافعية، لأننا نشرح مذهبهم. اختلفوا في النهي عن إيقاع الصلاة في هذه الأوقات، هل ذلك النهي للكراهة أم هو نهي تحريم؟ ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا فيهن، وبدأ في الحديث يعدد هذه الثلاث. فهل النهي هنا نهينا؟ من الذي نهاهم أولا؟ الذي نهاهم، الذي يتكلم بهذا، هم الصحابة، وهذا عرف عندهم أنهم إذا قالوا نهينا أو أمرنا فالذي له حقية النهي وحقية الأمر هو صاحب الشريعة الغراء، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنهينا يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة بداية كده، نهينا. طيب السؤال الثاني، ما هذا النهي؟ هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ العلماء من الشافعية اختلفوا في هذه المسألة على قسمين، منهم من ذهب إلى أن الكراهة، النهي نهيا للكراهة، يعني النهي يفيد هنا الكراهة. وما هي الكراهة؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، تعريف الورقات، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وعلى هذا فالنهي للكراهة. ومنهم من قال النهي للتحريم على الأصل في النهي، أن النهي عند إطلاقه يحمل على التحريم ما لم تصرفه قرينة. واختلفوا بعد ذلك في ما هي القرينة، كلام طويل في هذا المقام، لكن من هذا الكلام الذي نسرده في متن أبي شجاع، ما هو القول المعتمد وما هو القول الراجح عند علمائنا هنا؟ قالوا القول المعتمد والقول الراجح هو أن الكراهة، أن النهي للكراهة وليس النهي للتحريم، لأن من قال بأن النهي للكراهة استنبط من النص معنى وقرينة تصرف النهي من التحريم الذي هو أصله إلى الكراهة.
فالإمام النووي في روضة الطالبين ذهب إلى أن النهي للكراهة، إلى أن النهي في للتحريم، وفي المهذب ذهب إلى أن النهي للكراهة، وكذلك في شرح التحقيق، وكذلك في شرح المهذب. الإمام النووي له عدة كتب، له روضة الطالبين، له شرح المهذب، له التحقيق، له شرح مسلم، وكتب كثيرة من هذا القبيل. الإمام النووي قد يكون له رأي هنا وقد يكون له رأي هناك، ليس رأيا من عند نفسه، ولكن ينقل ما قاله الأصحاب، وينقل المذهب، وينقل الطرق، وينقل الأوجه، ثم بعد ذلك يختار من ذلك ويرجح بعض الأقوال على بعض. ففي هذه المسألة اختلف قول الإمام النووي، ففي الروضة ذهب إلى أن النهي للتحريم، يعني أنك لو أوقعت الصلاة في هذه الخمسة أوقات التلبس بالصلاة فيها يحملك إثما ووزرا من جهتين. الجهة الأولى وتنبه لهذا، الجهة الأولى لأنك قد خالفت صريح النهي الذي هو للتحريم. الثاني لأنك قد تلبست بعبادة فاسدة، والتلبس بالعبادة الفاسدة حرام. فمن أوقع الصلاة في هذه الخمسة لا لسبب متقدم أو مقارن أو لقضاء صلاة أو جنازة، فإنه حينئذ يأثم من طريقين، من حيث إيقاع الصلاة في ذلك الوقت، ومن حيث إنه قد تلبس بعبادة فاسدة، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان متوجها إلى نفس العبادة، والنهي عندما توجه في هذه الحالة قد توجه إلى ذات العبادة. وعلى هذا فهو آثم من جهتين. وأما من قال إن النهي للكراهة فإنه عنده إيقاع الصلاة في تلك الأوقات، وإن كان النهي للكراهة إلا أنه يأثم من جهة أنه قد تلبس بعبادة فاسدة، لا من جهة النهي، ولكن من جهة أنه قد تلبس بالعبادة الفاسدة، والتلبس بالعبادة الفاسدة إثم وحرام. وعلى كلا الحالين هو آثم، لكن إثمه مضاف إلى أي شيء؟ هل إثمه مضاف إلى نفس النهي وإلى التلبس بالعبادة الفاسدة، أم إثمه مضاف إلى يعني التلبس بالعبادة الفاسدة فقط؟ وهذا هو فائدة الخلاف بين القولين، بين من قال بأن النهي هنا للتحريم، وبين من قال إن النهي هنا للكراهة. طيب كلام جميل، إيش المعتمد؟ ما هو الذي نفتي به في المذهب؟ مش فتوى عامة وندخل في قانون تجريم الفتوى لكننا نتكلم على المعتمد لديهم. المعتمد لديهم أن الكراهة، أن النهي هنا للكراهة، فلو أوقعها بلا سبب فإنه يأثم لجهة واحدة، وهو أنه قد تلبس بعبادة فاسدة. طيب نبدأ نعدد في تلك الأوقات. قلنا بأن الطريق أو بأن العلماء قد انقسموا في تقسيم هذا الأمر إلى قسمين، منهم من عدها ثلاثية، ومنهم من عدها خماسية، وطريقة الخماسية أولى من طريقة الثلاثية. الإمام النووي في منهاج عدها ثلاثية، والعلماء كأنهم أدرجوا الخماسية في الثلاثية لما أتوا يعني للشرح وللتفصيل، فصلوها وشرحوها على الخماسية لا على الثلاثية. يعني إيه الثلاثية؟ يعني أنه يقول بأنه يكره إيقاع الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بقدر الرمح. بس هنا في هذه الحالة
النهي أو الكراهة لأمرين. أولا كراهة للفعل هو أنه إذا صلى صلاة الصبح يكره له أن يصلي صلاة لا سبب لها متقدم ولا سبب لها مقارن. إذا أراد بعد صلاة الصبح أن يتنفل، بيتكلم على من صلى في الوقت وبعد أن صلى السنة ثم صلى الصبح بعد ذلك كره له أن يتنفل بلا سبب متقدم أو مقارن. أراد أن يستخير يصلي صلاة الاستخارة منع من ذلك، ويستمر ذلك المنع إلى أن يعني تطلع الشمس، عند طلوعها يكون النهي لا للفعل وإنما للوقت، بمعنى أن من لم يصلي صلاة الصبح في هذا الوقت يكره له أن يصلي صلاة بلا سبب. طب ومن صلى أيضا يكره له أن يصلي، فكما ترون هذا النهي وهذه الكراهة متعلقة بهذا الزمن، وهناك كراهة متعلقة بالفعل. فإذا صلى صلاة الصبح في وقته نهي أن يصلي بعد ذلك صلاة لا سبب لها، وهذا النهي متعلق بالفعل ويستمر ذلك لمن صلى. طب من لم يصلي؟ من لم يصلي له إن أنا أستخير وإن أنا أصلي أي صلاة نافلة مطلق إلى أن أصلي صلاة الصبح، ثم يستمر بعد صلاة الصبح يبدأ النهي، ثم بعد ذلك يستمر إلى أن يعني تطلع الشمس، ويستمر النهي إلى أن تتكامل، ثم بعد ذلك ترتفع قدر رمح في رأي العين. يبقى هنا عندي وقتان، الوقت الأول متعلق بالفعل والثاني متعلق بالزمن كما في الحواشي يقول لك بالزمن. وعندي بعد صلاة العصر، صليت العصر نهيت أن أصلي صلاة لا سبب لها، ويستمر ذلك إلى أن يصفر قرص الشمس، فإذا اصفر دخلت في وقت آخر للكراهة، ثم يمتد معي الوقت إلى أن يغرب قرص الشمس ويتكامل غروب. يبقى عندي هنا وقتان زمنين، الأول معلق بالفعل، صليت صلاة العصر كحالي الآن، أمنع من أن أصلي صلاة أخرى لا سبب لها متقدم أو مقارن. طب ما صليتش وأنا في حالي الآن ولم تصفر الشمس، لأن أصلي كما شئت نفلا مطلقا نفلا غير مطلق كما أريد. فإذا صليت العصر منعت من النفل المطلق ومن صلاة لها سبب متأخر، ثم بعد ذلك لم أصلي صلاة العصر وبدأ القرص في الاصفرار، عند ذلك منعت في هذه اللحظة، سواء صليت العصر أو لم أصلي العصر منعت من الصلاة إلا صلاة لها سبب متقدم أو مقارن. طب ما صليتش العصر يبقى مكروه علي من جهتين، أن أصلي صلاة لا سبب لها من جهة الوقت يبقى مكروه، طب صليت يبقى الكراهة من جهتين، من جهة أنني صليت ومن جهة أن ذلك الوقت وهو وقت الاصفرار تكره فيه الصلاة، فالكراهتان قد تجتمعان. تجتمعان في من؟ تجتمعان في من صلى، صليت العصر ثم رأيت القرص يصفر، كانت الكراهة من حيث الصلاة وكانت الكراهة من حيث الزمن، ولذلك من عدها خماسية عده أشمل وأوسع ممن عدها ثلاثي. وهيبقى عندي وقت خامس، إيه هو الوقت الخامس دوت؟ هو عند استواء الشمس في كبد السماء، عندما يعني الشمس تقف عمودية هكذا فوق رأسي، عند ذلك يكره إيقاع الصلاة في ذلك الوقت إلا بعض الاستثناءات.
ويستمر ذلك إلى أذان الظهر، إلى أن تزول أو يزول هذا الاستواء أو الشمس تأتي إلى جهة الغروب. والعلماء قالوا هذا الوقت وقت إيه؟ وقت لطيف جدا، يعني ممكن يكون بمقدار دقيقتين، بمقدار 3 دقائق، لا يسع صلاة كاملة متكاملة. إلا أنهم قالوا لو أوقع التحريم الصلاة في ذلك الوقت لا ينعقد، لا تنعقد صلاته. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة منهي عنها لعينها في هذا الوقت. طيب، هم دول الخمس أوقات. العلماء قالوا عندي أسباب ثلاثة، عندي سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر. ده كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ده عميق، عميق في التأصيل وعميق في الفكر. سبب متقدم. طب التقدم، التقدم والتأخر والمقارنة بأي الاعتبارات؟ قالوا التقدم والتأخر والمقارنة إما أن تكون باعتبار الوقت أو باعتبار الصلاة. يعني السبب إما أن يكون متقدما على الصلاة أو إما أن يكون متقدما على الوقت. الإمام النووي وهو إمام كبير ومحرر من كبار محرري مذهب السادة الشافعية اختلف قوله في كتبه. في بعضها قال بأن المراد من التقدم تقدم السبب على وقت الكراهة. يعني ايه؟ أقول لك حاجة بسيطة. يعني أولا السبب زي ايه؟ مثلا عندي سبب مثل الكسوف. خلي بالك الكسوف ده فيه مشاكل، الاستسقاء. هقول لك انا المشاكل اللي فيها، اجيب لك كل حاجه في المكان. الاستسقاء، ما هو سبب صلاه الاستسقاء؟ الحاجه الى السقي. حاجه، ما ينفعش تقول الجد ولا ينفع تقول المطر. مطر ايه؟ لو المطر يعني وجود المطر، طب ما الحاجه الى الصلاه؟ الجد نفسه لا حاجة فيه، إنما حاجتنا إلى السقاية، حاجتنا إلى الماء هي التي شرع الشارع من أجلها صلاة الاستسقاء. طب الحاجة ديت أصلا سابقة على وقت الكراهة، موجودة قبل، موجودة قبل هذه الأوقات الخمس، هذه الحاجة. وممكن تبقى الحاجة قد وجدت في ذلك الوقت، وممكن الحاجة تكون اتأخرت عن ذلك الوقت. يبقى إما أن يكون التقدم والمقارنة والتأخر باعتبار هذه الأوقات الخمس، وإما أن يكون التقدم والتأخر والمقارنة باعتبار الصلاة. صلى لنا أصليها. يعني مثلا ركعتي الوضوء ده لها سبب، وسببها متقدم عليها وهو الوضوء، لأنها ما ينفعش يبقى مقارن ولا ينفع كمان يبقى متأخر. هصلي وبعد كده أتوضأ، ولا وأنا بقول الله أكبر أتوضأ، مش هتنعقد. ولكن دائما سببها يكون متقدما على الصلاة. طب صلاة الاستسقاء، الحاجة إلى السقي تكون أولا ثم بعد ذلك تكون الصلاة، يبقى سببها متقدمة. طب الكسوف، الكسوف ده مشكلة ما لا يتصور فيه التقدم، لا لابد فيه من التقدم، لا يتصور فيه يعني المقارنة. ده لابد أولا من وجود تغير يعني قرص الشمس أو قرص القمر، ثم بعد ذلك تشرع لك الصلاة، فسببها دائما متقدم. أما المقارنة فالمقارنة تكون مع الصلاة، يكون سببها متقدم ثم بعد ذلك يصير مقارنا إلى نهاية الصلاة، فسببها متقدم ومقارن. متقدم باعتبار أنه تقدم الصلاة،
مقارن باعتبار أنه كان موجودا حال الصلاة. يبقى عندنا هل التقدم والتأخر والمقارنة باعتبار الأوقات أو باعتبار الصلوات؟ قولان، الراجح أنه باعتبار الصلوات، فيعتبر التقدم بالنسبة للصلاة. ركعتي تحية المسجد متقدم، لماذا؟ لأن سببها هو الدخول، والدخول متقدم على الصلاة. ركعتا الاستخارة سببها متأخر، لأن سببها إيه؟ طلب خير الأمرين من ربنا سبحانه وتعالى، نصلي ثم بعد ذلك ندعو ونستخير، يبقى سببها متأخر. ركعتي الإحرام سببها متأخر. صلاة الجنازة سببها الموت الأدمي سببها متقدم. طيب القضاء، قضاء الصلوات سببه متقدم، وهو الطلب المتقدم. الله، ايه ده؟ هو كده الفصل خلص؟ اه خلص. هو خلص بسرعة كده؟ ده ما خدلوش نص ساعة ومال. حلو برضك يعني. فصل، نحن قبل ذلك يعني تكلمنا كثيرا عن الفصل لغة واصطلاحا بما لا عودة ولا إعادة كما يقول الشيخ البجولي. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. خمسة أوقات، خمسة أوقات قلنا على طريقة، وهناك طريقة أخرى تعدها ثلاثة. أوقات جمع وقت باعتبار الزمان. لا يصلى، لا يصلى يعني ينهى عن الصلاة فيها، والنهي إما أن يكون للكراهة وإما أن يكون للتحريم، والراجح يا مشايخ أن النهي للكراهة، وعلى الكراهة لا تنعقد الصلاة إلا صلاة، يقول لك نائب فاعل مرفوع، لا تصلى صلاة إلا صلاة، يبقى ديت نائب عن الفاعل، لا تصلى فيها إلا صلاة لها سبب. لها سبب، هذا الكلام يحتاج إلى تقييد، ولذلك قيده الشراح، قالوا لها سبب متقدم أو مقارن، أما المتأخر فلا تصلى فيه. من الفوائد التي قلناها يأثم فاعلها، ولو قلنا النهي للكراهة للتلبس بالعبادة الفاسدة. طبعا التلبس بالعبادة الفاسدة منهي عنه لأنه تلاعب، ولأنك حينئذ يعني لا فائدة فيما تفعل، فلماذا تتلبس بتلك العبادة وقد نهيت عن الإتيان بها؟ ويأثم على القول بالتحريم من حيث إيقاعها في وقت الكراهة. على القول بالتحريم لدينا إثمان، نعود نقول تاني، إثم من حيث النهي، وإثم آخر من حيث التلبس بعبادة فاسدة، وهذه هي فائدة الخلاف كما ذكرنا. هنا فائدة، ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يترتب عليها إثم، وكراهة التنزيه يترتب عليها لوم، واللوم لا إثم فيه، وإن كان عند الخواص فيه عذاب نفسي، يعني عندما يلومك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنك قد قصرت في سنته، هذا عند المحبين عذاب وأشد العذاب، ولكن نتكلم عن العذاب المخصوص، هو العذاب بالنار الذي توعد به الإله سبحانه وتعالى. كراهة التحريم يعني كراهة التحريم ترتب عليها إثم، كراهة التنزيه لا ترتب عليها إثم.
الفرق بين كراهة التحريم والحرام. وهذا يعني كأنني أرى أنه من إنتاج المتأخرين، وليس ذلك يعني مصطلحا للمتقدمين من الشافعية في الأصول. لم نرى هذه التفرقة للشافعية قط، وتباحثنا مع أستاذنا وشيخنا في هذا، وذكر لنا أن هذا ليس في مصطلح الشافعية الأصوليين، وإنما ذلك في مصطلح الحنفية. فلعله من المصطلحات التي استعارها الشافعية من الحنفية في الفروع لا في الأصول. الفرق بين كراهة التحريم والحرام، مع الاتفاق على أن كراهة التحريم والحرام يترتب على كل منهما إثم ووزر. قال: الكراهة التحريم والحرام الفرق بينهما في الدليل، فإن كان الدليل دليلا يعني لا يقبل التأويل، بأن كان نصا كان الأمر يفيد الحرام لا كراهة التحريم، وإن كان الثابت بدليل ويحتمل التأويل فعندئذ نقول بأنه كراهة إيه؟ كراهة التحريم. وكأنه لما يقول كراهة كأنه يريد أن يشير إلى الاحتمالية، احتمالية أن لا يكون ثابتا، أو احتمالية أن الدليل مش قطع في مطلوبه. قال: كراهة التحريم ثبتت بدليل يحتمل التأويل، والحرام ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. فهمنا الفرق ما بين المصطلحات دي؟ مهمة جدا. لا اللي بيقول لك لا يحتمل التأويل، التأويل يبقى في الدلالة مش في الثبوت. المعتمد أن الكراهة للتنزيه لا للتحريم. خلصنا من دي، مهمة جدا احفظها. عدها خمسة أولى من عدها ثلاثة، وقد أثبتنا ذلك بما لا يدع مجال للشك، إن الخماسية أولى منين يا مشايخ؟ من الثلاثية، بجعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقتا واحدا. يبقى الثلاثية بتقول إيه؟ بتقول ما بعد الصبح إلى الارتفاع ده يعتبر وقت واحد، مع إن ده مولانا وقتين، ده وقت متعلق بالصلاة ووقت متعلق بالزمان. الصلاة يعني أنا صليت صلاة الصبح، لا أصلي صلاة لا سبب لها متقدم أو مقارن. طيب أنا صليت صلاة الصبح ولكن أريد عنده يعني طلوع الشمس وقبل أن تصل إلى يعني قدر الرمح في رأي العين أريد أن أصلي، ممنوع. تبقى ممنوع من جهتين، من جهة الزمان ومن جهة أنك قد صليت، فلو فعلت فقد ارتكبت مكروهين كما قال. على الثلاثية ما بعد العصر إلى الغروب قالوا بأنه وقت واحد، وقالوا بعد ذلك وقت الاستواء، مع أن ما بعد العصر بعد صلاة العصر اجتمعت فيه كراهة متعلقة بالفعل، فإذا اصفر قرص الشمس انضم إلى الكراهة كراهة أخرى. وجه الأحسنية، وجه أحسنية الخماسية على الثلاثية أنه يستفاد من عدها خمسة كراهة الصلاة على من لا يصلي حتى طلعت الشمس. اللي يستفاد من هذا إن من لم يصلي حتى طلعت الشمس انضمت إليه كراهة الصلاة في هذا الوقت، لأن الأول ربطها بالفعل. طب ومن لم يفعل؟ يبقى يصلي
يبقى دي قاصرة، عبارة قاصرة. فالإشكالية في قصور العبارة عن تأدية الحكم الشرعي. وكذلك من لم يصلي العصر حتى غربت الشمس تكره له الصلاة عند اصفرارها إلى تكامل غروبه. قوله لها سبب يقصد به سبب غير متأخر، يقصد به يعني كان على أبي شجاع وهو إمام كبير أن يقيد السبب بهذه الشرطية العدمية، لأنه قال لا يصلى فيها صلاة لا سبب لها. يعني إيه؟ جمعت الأسباب الثلاثة؟ لا، لا سبب لها إيه؟ لا سبب لها غير متأخر. فيفهم من ذلك أنه يصلى ذو السبب المتقدم وذو السبب المقارن، وأما السبب المتأخر فلا تصلى حينئذ. والأسباب ثلاثة: متقدم، السبب نفسه سبب الصلاة متقدم، أما النفل المطلق دي لا سبب لها، يبقى ممنوعة في كل الأحوال. والمقارن والمتأخر. وتكلمنا على ركعتي الإحرام. ليه؟ لأن ركعتي الإحرام سببها الإحرام، والإحرام متأخر عن الركعتين، لأن أنا بلبس ملابس الإحرام ثم بعد ذلك بصلي ركعتين ثم بعد ذلك أبدأ أحرم. على اختلاف في هذا الباب وعلى تفاصيل في كيفياته، لكن الصلاة متقدمة والسبب متأخر وهو الإحرام. والاستخارة، لا، الاستخارة سببها دائما بعد الصلاة، يبقى ده سبب متأخر عن الصلاة. وأما النفل المطلق فالنفل المطلق يلحق به المتأخر، السبب المتأخر. وهل المراد بالتقدم وقسيميه المقارن والمتأخر بالنسبة للصلاة أو بالنسبة للأوقات؟ رأيان في المذهب، رأيين، بعضهم بيقول لا بالنسبة للصلاة وبعضهم بيقول لا بالنسبة لي يعني الأوقات. والأظهر من هذين الرأيين كما يقول المحققون هو الأول، الذي يقول إن التقدم والتأخر والمقارنة باعتبار الصلوات لا باعتبار الأوقات. وضحت ايه؟ قال ومحل صحة الصلاة، ده قايد مهم جدا يا مشايخ. قال الصلاة محل صحة الصلاة، أنهي صلاة؟ الصلاة التي لها سبب متقدم وسبب مقارن، لا الصلاة التي لا سبب لها لأنها ممنوعة. قالوا إذا لم يتحرى وقت الكراهة. لا، ده لو تحرى يبقى إنسان معادل الشرع. وأرى أن هذا الأمر يعني خرج من العلماء على سبيل التعقل لا على سبيل الوجود. في حد يا أولاد بيترصد وقت الكراهة لإيقاع الصلاة في ذلك الوقت؟ ده يبقى محدي لله، ده سيدنا رسول الله ينهاه عن إيقاع الصلاة في هذه الأوقات. هو لا، سأنتظر هذه الأوقات وأوقع الصلاة التي لها سبب متقدم أو مقارن وسأصليها في ذلك الوقت. ونوينا أيضا أن نقبر موتنا في ذلك الوقت. أنا هستنى، سأنتظر بالجنازة إلى أن يأتي وقت الكراهة وأدفن فيه ذلك. فهل يا ترى معنى الكلام، وهذه مناقشة يعني تفكرون فيها، هل معنى الكلام أنه يتحرى يعني بمعنى أنه ينتظر ذلك الوقت غير ملاحظ للنهي، ولا أنه ينتظر ذلك الوقت مع ملاحظة النهي؟ لو مع ملاحظة النهي يبقى ده محدي لله، وما أظن أنهم يتكلمون في هذا النوع، لأنه على طول يعني مش هنقدر نقول أنه مرتد. لكن دي مسألة
دراسية، يعني مش مسألة إفتائية، عشان بقى نحدد المفاهيم والمصطلحات، مش هندرس ونطلع بعد كده على اللي بالي بالك. فلا يعني هو يحدي الله، احنا بنتكلم على الفعل لا الفاعل، اما الحكم على شخص معين بالردة وبالتكفير هذا امر يحتاج الى قضاء ويحتاج الى جبهة علماء يعني مخول لهم من قبل الأنظمة ذلك. نضع النقاط فوق الحروف. فالشخص الذي هذا حاله أنه ينتظر وقت الكراهة حتى يصلي فيه وحتى يخبر الموتى فيه مع ملاحظة نهي سيدنا رسول الله، لا، هذا شخص محاد لله والكلام ليس فيه، إنما الكلام في شخص تحرى من غير ملاحظة أن ذلك فيه معاداة وأن ذلك فيه معاندة للشرع، وإلا لو فعل ذلك معاندة للشرع سيدخل في باب الردة. احنا بنشرح مذهب، إذا لم يتحرى وقت الكراهة، لم يتحرى وقت الكراهة بأن يقصد إيقاع الصلاة في ذلك الوقت من حيث إنه وقت كراهة، مع عدم ملاحظة، أنا بقول لك أهو، مع عدم ملاحظة النهي النبوي وأنه يريد أن يعاند ويريد أن يخالف الشرع من أجل هذا، وإلا أنت تنتظر مخالفة ومعاندة للشرع، لا، وبتحدي الله. الكسوف متقدم على الصلاة. طب إذا تحرى، إذا تحرى صلاته باطلة، إذا تحرى ذلك الوقت صلاته باطلة. والكسوف متقدم على الصلاة ومقارن لها باعتبارين مختلفين، لأن الكسوف لا تصلى الصلاة إلا إذا حصل الكسوف أو حصل الخسوف، فالسبب متقدم، ثم إذا صلينا كان السبب مقارنا للصلاة، فهو متقدم ابتداء مقارن انتهاء. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا هو الوقت الأول، وقت صلاة الصبح. النهي يتعلق بالفعل، ومثله يقال في صلاة العصر، إن بعد صلاة العصر يكره إيقاع الصلاة التي لا سبب لها متقدم أو مقارن. تجتمع الكراهتان في من صلى الفعل الفرض ودخل عليه الوقت، يبقى أنا صليت صلاة الصبح أو صليت صلاة العصر ودخل وقت الاصفرار، يكره لي حينئذ أن أصلي، فلو صليت ارتكبت مكروهين، أولا لأنني صليت، ثانيا لأنني أوقعت الصلاة في وقت الاصفرار باعتبار الزمن. وكذلك الصبح يقال فيها هذا. قالوا حتى تطلع الشمس، تطلع الشمس قدر رمح، يعني تستمر الكراهة حتى تطلع الشمس قدر رمح. الرمح ده قد ايه؟ يعني حوالي 500 متر. 500 متر فين؟ في رأي العين، مش في الحق، في الواقع ونفس الأمر، وإلا ده الشمس بعيدة عن الأرض بآلاف السنين، ده في رأي العين، لأن الأحكام إنما تتعلق بالإمكان وتتعلق بالمرئي، بالرؤية مش بالمرئي، لأن المرئي ده المرئي في الواقع ونفس الأمر، لا، ده ما بينه يعني بون شاسع. فالكراهة من جهة الفعل تستمر إلى الارتفاع بقدر رمح في رأي العين، وعند طلوعها، يعني عند الطلوع نبدأ بقى الزمن، حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، تتكامل يتكامل القرص طلوعا في رأي العين، يعني عند ابتداء طلوعها إلى أن يكتمل
وإلى أن يكون ما بينها وبين الأرض في رأي العين قدر رمح. قدر رمح يعني إيه؟ يعني مش طول الرمح، لا، قدر الرمح يعني مسافة الرمح إذا ألقي أو إذا رمي. يعني أنا همسك الرمح كده واضربه هيعمل لي كم متر؟ هتلاقي الشيخ الباجوري في كتاب التيمم ذكرها، غلوة سهم، غلوة سهم هتعملها 500 متر يعني نص كيلو. طيب يا أولاد ماشي. وهو ستة أذرع، ده ضبطوها هو كمان بذراع الأدمي تقريبا. لا يبقى مش اللي احنا بنقول ده، اللي احنا بنقوله دي غلوة سهم، غلوة سهم دي 500، وأما قدر الرمح ده يعني ستة أذرع. لا يبقى مش مرمى الرمح، لا ده طول الرمح. هو الذراع كام؟ 61 سنتي. في ستة أذرع يعملوا لنا كام؟ 60 × 60 تلاتة متر، تلاتة متر ونص، تلاتة متر ونص. لا ده يبقى رمية السهم مش طول السهم، هي طول السهم تلاتة متر ونص. ليه؟ هو الصحابة لما كانوا بيمسك السهم كان بيمسك السهم طول ده كده؟ الرمح، الرمح هيبقى طوله تلاتة متر، ده رمية الرمح مش 500 متر، بقى يبقى رمية الرمح. هذا بالنسبة لما يرى في العين، وإلا فالمسافة بعيدة في الواقع. طيب هات لنا كده الكنز المحلي. هات المهلي، المهلي. هو ده معمول بي دي افات؟ ده بي دي اف المحلي؟ ولا ما حدش يعرف؟ والذكر افضل بعدها ويجب تجديد الاجتهاد. لا اركانها ويكبر. لا يبقى في الأول. طيب وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب، إلا لسبائي الثلاثية. ذكر الثلاثية تكره عند الاستواء، دي واحد، وبعد الصبح حتى ترتفع، والعصر حتى تغرب. الإمام النووي في المنهاج ذكرها ثلاثة، والخماسية أفضل. وبعد الصبح حتى ترتفع كرمح وبعد العصر، وليس فيه في الحديث ذكر الرمح وهو تقريب. طيب وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح وعند الاصفرار حتى تغرب، للنهي عنها في حديث مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله إن ذكره أجود رعاية للاختصار. كلم بقى على رواية الحديث، ما ذكرش قضية الرمح دي وحد إيه ومش حد إيه. مفيش، يبقى رمية. أصل ده 3 متر،
الرمح كان طوله 3 متر، طب هيمسكه ازاي؟ ايه؟ ازاي ليس بعيد؟ يعني هو سيدنا عمر كان سيدنا بيذكر انه حوالي 2 متر، هيمسك رمح زياده كمان متر عنه؟ لعله طول الرمح بقى في زمانهم هذا، لعل ده طول الرمح في زمانهم. ما عندكوش حاجه تانية؟ مكتبتكم فقيره تحتاج الى زكاه وصدقه. طيب يبقى هو بيتكلم، لان لا ده رميه الرمح غلوه سهم دي، الشيخ البجوري ذكر ان هي في التيمم 500 متر تقريبا، نص كيلو، لكن يبقى هو 3.5 متر ده طول السهم، طول الرمح، كان الرمح عندهم طويل، يبقى ده طول الرمح في رأي العين. أول ما تطلع الشمس كده وترتفع عن الأرض 3.5 متر، يبقى الحمد لله انتهى وقت الكرام. على كل حال ده كلام جميل. إذا استوت حتى تزول بأن نزلت وسط السماء، يعني كانت متوسطة للسماء. متوسطة للسماء يعني فوق راسي. فوق راسي يعني إيه؟ يعني عمودية على رأسي. وقت الاستواء لطيف جدا، لا يكاد يشعر به، لأنه 3 دقائق دقيقتين بالنسبة لهم ما كانش معاهم ساعات حتى يضبطوا الأمر، ولذلك كان الوقت لطيف لا يشعر به الإنسان، يمر بسرعة. لكن لو افترضنا أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام ووقعت في ذلك الوقت، فإنه يكون وقت الكرام. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حتى ولو صلى صلاة العصر مع الظهر مجموعة في وقت الظهر، يعني هو مسافر الإسكندرية هيجلس يومين ويرجع ويعود، وصلى وجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، منع من أن يصلي صلاة لا سبب لها متقدم أو مقارن. ليه؟ لأن الجمع صير وقت الظهر وقت للعصر. النهي في العصر قلنا متعلق بالوقت، وإما متعلق بالزمن. تستمر الكراهة حتى تغرب الشمس من حيث الفعل ومن حيث الزمن بعد الاصفرار، وعند الغروب، يعني وعند غروبها، حتى يتكامل الغروب في رأي العين. والخامس عند الاصفرار وإن لم يصلي، فهذا متعلق بالوقت. وكذلك يكره حيث صلى، يبقى من صلى يبقى مكروه في حقه، ومن لم يصلي مكروه في حقه. يبقى من صلى ومن لم يصلي عند الاصفرار مكروه في حقه، لكن لو صلى من لم يصلي يبقى الكراهة واحدة فقط. طب لو صلى من صلى، الكراهة من جهتين، من جهة أنه قد صلى، ومن جهة كذلك أن هذا الوقت يكره إيقاع الصلاة فيه مطلقا لمن صلى ومن لم يصلي. يبقى إما من حيث الفعل وإما من حيث الزمن. وهنا علماؤنا لهم استثناءات، استثناء باعتبار الزمان واستثناء باعتبار المكان. أما الاستثناء باعتبار الزمان فإنهم قد استثنوا يوم الجمعة بالنسبة لخصوص الاستواء، وقالوا بأن يوم الجمعة مستثنى من المنع بالنسبة لاستواء الشمس، ولذلك له أن يصلي عند الاستواء يوم الجمعة سواء حضر الجمعة أو لم يحضر الجمعة على المعتمد، وإن لم يحضر له أن يصلي في ذلك الوقت، يعني يصلي نافلة لها سبب وليست لها سبب
لماذا؟ لأن الشرع قد استثنى ذلك اليوم وأوسع فيه من العبادة، ولكن الاستثناء بخصوص وقت الاستواء لا بخصوص بقية الأوقات. وأما بالنسبة للمكان فقد استثنى الشرع حرم مكة بالنسبة للأوقات الخمس، فإذا ذهب إلى مكة وأراد أن يصلي في البيت الحرام فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات، سواء صلى لها سبب أو ليست لها سبب، في كل الأحوال. فصل. وصلاة الجماعة، هذا الفصل يتكلم فيه عن بعض أحكام صلاة الجماعة، والترجمة هنا كأنها مقلوبة. وصلاة الجماعة سنة، يعني الصلاة التي تصلى في جماعة سنة، يعني صلاة المغرب اللي احنا صليناها الآن في الجماعة سنة؟ لا، أمال العبارة أصلها إيه؟ عبارة مقلوبة، يعني والجماعة في الصلاة، لأن الجماعة الكائنة في الصلاة هي التي اختلف فيها أئمتنا الشافعية، فالعبارة هنا مشايخ يقول لك عبارة مقلوبة. وصلاة الجماعة يعني الجماعة في الصلاة، لأن الجماعة هي التي اختلف العلماء في حكمها، مش في صلاة المغرب. فصل في بيان أحكام صلاة الجماعة. والجماعة دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيتها. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. فأوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين صلاة الجماعة في الخوف، فمن باب أولى أن تكون واجبة في الأمن. ومن السنة استدل علماؤنا على مشروعيتها: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس في رواية، وبسبع وعشرين في رواية أخرى، وأخبار أخرى متعلقة بفضيلة الجماعة، وأحاديث كثيرة في الحث على فعلها في جماعة. والعلماء تكلموا على مسألة أنه قد ورد في بعض الأحاديث بخمس وعشرين، وورد في أحاديث أخر بسبع وعشرين، هل الإخبار بالكثير بعد القليل فيه تنافي؟ قالوا لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى القليل ثم بعد ذلك تكرما منه وفضلا أعطى الكثير، وهذا ليس يعني على الله بمستنكر ولا يحيله العقل. ممكن أنت ابنك وهو نازل تقول له خد العشرة جنيه دي، وبعد ذلك وهو نازل تفكر كده وخد كمان عشرة، إيه المشكلة؟ الفضل فضل ولا يكون إلا من أهل الفضل، والزيادة إنما تكون من الكريم، فالإخبار بالقليل ثم الإخبار بالكثير لا تنافي بينهما، لأنه أخبر أولا بما أخبره الله سبحانه وتعالى به، ثم بعد ذلك أزاد الله في فضل الصلاة فأخبر بذلك نبيه، فأخبر نبيه بعد ذلك بذلك. وقالوا أيضا هي من خصائص هذه الأمة، يعني ليست هناك أمة يعني شرع في حقها صلاة الجماعة إلا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال علماؤنا أيضا كان أول فعلها علانية على ملأ بالمدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وقال الجماعة لغة هي الطائفة، وشرعا ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وأقل ما يحصل به أو أقل ما تحصل به اثنان لخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاثنان فما فوقهما جماعة. وعلماؤنا يقولون بأن ما كثر جمعه أولى مما قل جمعه إلا ما استثنية، إلا ما استثنية، يعني كلما كان الجمع أكثر كلما كان الثواب أكثر. وهناك في الفقه مستثنيات،
يقولون بأن الجمع القليل أولى من الجمع الكثير، ويفضلون بين الأمرين بأمور مختلفة. هب إن الجمع الكثير إمامهم مبتدع، والجمع القليل إمامهم غير مبتدع. يعني الجمع الكثير كان إمام وهابي، والجمع القليل إمامهم راجل متشرع عالم أزهري صوفي معتدل. قالوا حينئذ نصلي. لا، ده وراه جمع كثير، جمع قليل. انت واخد ده نايم الاد ولا ايه؟ قال وما كثر جمعه. وقالوا ايضا من ضمن تفضيل قليل الجمع على كثير الجمع، قالوا ان يكون يعني هو امام لمسجد قليل الجمع، ولو لم يصلي به ستتعطل الجماعة. لا، اذهب واحيي الجماعة. الاسلام يا اخوانا علمنا الإحياء للإماتة، علمنا البناء للهدم، وهذا من قبيل تعليم الإحياء، هو يحيي مكان بطاعة الله. طب لو لم يصلي، هو إمام هذا المسجد وذهب إلى المسجد الكبير الذي به 10,000، ستموت هذه الجماعة هنا. فأنت هكذا تحقق الفضيلة لنفسك وتحققها لغيرك. وقالوا أيضا من ضمن تفضيل قليل الجمع على كثير الجمع، قالوا بأن يكون مثلا كثير الجمع هذا الجامع أو هذا المسجد قد بني بمال حرام، ما تصليش فيه، خبالك، أو إن إمامه غير فقيه لا يحسن قراءة الفاتحة. قالوا ما تصليش فيه، إيه صلي بقى في المسجد قليل الجمع ده فيه إمام شافعي، أو إن هو ما بيقنطش في الفجر والمسجد التاني بيقنط في الفجر. كل الكلام ده كلام جميل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، ها؟ قلنا ايه؟ والجماعة في الصلاة، الله، والجماعة في الصلاة سنة مؤكدة. سنة يعني يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. مؤكدة يعني مطلوبة بطلب مؤكد، كأن الشارع حث يعني حثا زائدا على فعلها عن سائر وبقية السنن الأخرى. يبقى الجماعة في الصلاة سنة مؤكدة، والجماعة جماعة الصلاة، يبقى الجماعة في الصلاة بالإضافة على معنى فيه، وهي في حق النساء سنة قطعا بلا خلاف. وأما بالنسبة للرجال فعلماؤنا اختلفوا فيها على 4 أقوال أو 4 أوجه عشان نضبط القول. بالنسبة لمن؟ ده بالنسبة للرجال. في غير صلاة الجمعة، لأن الجماعة في صلاة الجمعة واجبة، لا خلاف في هذا. الأقوال فيها: أولها سنة عين، يعني مطلوبة من كل مكلف بعينه طلبا غير جازم، سنة عين. وقيل سنة كفاية، يعني إذا قام بالجماعة بعض الناس سقط الطلب عن الآخرين. وقيل وهذا أصحها، وإليه ذهب الإمام النووي وهو محرر هذا المذهب، إلى أنها فرض كفاية نظرا للأدلة في ذلك. وقيل فرض عين، فرض عين يعني مطلوبة من كل شخص بعينه، ولكن هذا أضعف الأقوال أنها فرض عين، فالراجح أنها فرض كفاية طلبت من أجل إقامة الشعار، شعار الجماعة. الجماعة دي ظاهرة ولا بد من ظهور شعارها. الجماعة دي علامة، علامة على إسلام الناس، علامة على إسلام الديار، علامة وهكذا.
قال لابد من ظهور الشعار بإقامتها في القرية الصغيرة بمحل واحد، قرية صغيرة، وإذا يعني صلينا في الجماعة في مكان واحد يعني أهل القرية علموا بصلاتنا، الميكروفون أو الإذاعة الداخلية اشتغلت وكبرت وأذنت والناس أحسوا بها وأدركوها. أما إذا كانت في قرية كبيرة فينبغي أن تتعدد المحال بحيث يشعر بها الناس ويعرفون أن هناك إقامة شعار اسمه شعار الجماعة. ومن ضمن الفروع اللطيفة أنهم قالوا لو أطبق الناس على إقامتها جماعة في البيوت لم يظهر الشعار، فلا بد من إظهار الشعار في المساجد. وقالوا أيضا إن امتنع أهل بلدة عن إقامة الجماعة قاتلهم الإمام، الإمام الأعظم على حسب المصلحة وعلى حسب رؤيته، أو نائب الإمام الأعظم، ولكن هذا الأمر يناط به هو. لماذا؟ لأنهم أطبقوا على إسقاط ظاهرة وشعيرة من شعائر الدين، وعلى أنهم قد استهانوا بدين الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ففي استخفاف بالشعار، في استخفاف بالديانة، ده احنا بنتكلم على زمن كان الأمر فيه مستتبا للإسلام والمسلمين، ولم يكن هناك تشكيك في ثوابت الدين، لا في زمن أصبح الناس يناقشون في ثوابت الإسلام بما يتعجب الإنسان فيه ويحار. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ أصبحت الثوابت التي هي كضوء الشمس محل للأخذ والقبول، محل لإقامة الدليل، ده سموها معلوم من الدين بالضرورة، من أجل أنها يعني صارت في العلم كالضروريات، صارت في العلم كالواحد نصف الاثنين. أتريد بعد هذا أن تقيم الدليل على نصفية الواحد للاثنين؟ لا. أتريد أن تقيم الدليل على فرضية الحجاب؟ لا ده لا لا لا، نحن وصلنا إلى زمن غريب، أصبحنا يعني نفتن في ثوابت ديننا وفيما علم من الدين بالضرورة، وأصبح الناس يتشاكسون في ثبوته. ويذهب هؤلاء الذين يدعون ارتباطا بالأزهرية وبمنهجها إلى رأي هنا وفهم خاطئ هناك، ويترك الإجماع وما عليه عمل الأمة والمذاهب المعتمدة والآراء المعتبرة إلى فهم ضال. وليس كل فهم يعني تستنبطه من النص الأمة تخالفه يكون معتبرا، إنما هو وهم نشأ بعقلك، قذفه الشيطان في ذهنك وقذف في أمنيتك ذلك المعنى، لا تفيده لا لغة ولا يفيده دليل ولا تفيده قواعد استنباط. فاحنا بنتكلم على مجتمع صار يعني يجادل في ثوابت الدين. أفي الله شك؟ لا، يعني حاجة تجعل الحليم حيران. وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، يعني هنا بيتكلم على أن النية لابد منها في ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام. يعني حتى أربط صلاتي أنا كمأموم بصلاة الإمام لابد أن أنوي الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة. وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الجماعة أو الائتمام، ولكن لا يحصل له الثواب إلا بالنية. وأما أنا فعملي ورابطتي ومتابعتي موقوفة على نية، فلو تابعت وانتظرت الإمام كثيرا
بغير نية ربط صلاتي بصلاته بطلت صلاتي، لأنني قد ربطت صلاتي بمن لا ترتبط صلاته بصلاتي. أنت مش ناوي، ده الارتباط والتبعية كما يقولون التبعية، تبعية إيه؟ تبعية صلاتي أو اتباع صلاتي لصلاته، ده عمل، وهذا العمل يحتاج ويفتقر إلى نية، والأعمال بالنيات. وأما الإمام، الإمام ما بيربطش صلاته بصلاتي، الإمام ماشي في طريقه وأنا اللي ماشي وراه، ولذلك الإمام مستقل، وأما أنا فتابع، أما هو فمتبوع، يفعل ما يشاء. طيب، أولها أن التبعية عمل فافتقرت إلى نية، ولو لم ينوي انعقدت صلاته فرادا، اللي هو مين؟ اللي هو الإمام، وكذلك المأموم بغير أن يربط صلاته بصلاة الإمام. الجمعة تختلف عن هذا، الجمعة الجماعة فيها شرط، ولذلك النية أي نية الجماعة فيها شرط. ولو تابع في فعل ولو واحد أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة، يعني أنا لقيته بيقول الله أكبر وركع، ركعت معاه وانتظرت في ركوعي كثيرا حتى يرتفع، فإذا رفع رفعت معه بدون نية، فإذا سجد سجدت معه، أوقفت صلاتي على صلاته بدون نية، فتبطل صلاتي حينئذ، لأنني ربطت صلاتي بما لا تربط صلاتي بصلاته. ومن ضمن الفروع اللطيفة أيضا قال: وتصح نية المأموم في الأثناء مع الكراهة. ما فائدة الكراهة حينئذ؟ قالوا: فائدة الكراهة أن يصحح عملية الربط، وأن أوقف صلاتي على صلاته، ولكن لا ثواب لي في الجماعة، ليس لي ثواب الجماعة، لي صحة الاقتداء وأن تكون صلاتي صحيحة. وعلى هذا لو قال الرجل لزوجته: إن صليت جماعة فأنت طالق، فصلى هذه الجماعة المكروهة، طلقت زوجته وارتاح منها والحمد لله. يبقى يجوز أن تعقد الجماعة في أثناء الصلاة ولكن مع الكراهة، ولا تحصل فضيلة الجماعة لأنه صير نفسه تابعا بعد أن كان مستقلا، بعد أن كنت حضرتك مستقل صيرت نفسك تابع لشخص ثاني. ويجب عليه في هذه الحالة أن يتبع الإمام فيما هو فيه، صور النية. قالوا: أن ينوي أن يكون مؤتما بالإمام، تنوي أن أنت مؤتم أيها المأموم، أو أن تنوي أن تكون مقتديا بالإمام، أو أن تنوي أن تكون مأموما، أو أن تنوي الجماعة. ويجب ولا يجب تعيين الإمام في النية، لا تحصل فضيلة الجماعة للإمام إلا إذا نوى الإمام الجماعة في غير صلاة الجمعة، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو نوى الإمام في أثناء صلاته حصلت له الفضيلة من حينها. انتبه، لا تحصل للمأموم لأنه صير نفسه تابعا بعد أن كان مستقلا، وقد تتغير صورة صلاته فيؤدي ذلك إلى أن يرتكب أفعالا زائدة على نظم صلاته. وأما بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام، وكان مستقلا قبل ذلك وبعد التبعية صار مستقلا،
ولا يجب على الإمام أن يعين المأموم. ما قولش والله نويت أن أصلي إماما بهؤلاء المأمومين خلفي فلان وفلان وفلان على سبيل المثال يعني. قال ويجب على الإمام في صلاة الجمعة أن ينوي الإمامة مع التحرم، يعني أن ينوي أن يكون إماما مع قوله الله أكبر، فلو تركها يعني لو ترك النية مع التحرم لم تصح صلاته، يعني هو إمام قال الله أكبر ولم ينوي الإمامة في صلاة الجمعة لم تنعقد صلاته هو ولم تصح. وكذلك الصلاة المنذورة في جماعة كأن نوى أن يصلي هذه الصلاة في جماعة أو نذر، لا نذر الجماعة في الصلاة بصورة أوضح، نذر الجماعة في الصلاة قال لله علي أن أصلي جماعة، وجب عليه أن ينوي الجماعة مع تكبيرة الإحرام. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، يعني أن يكون الحر مأموما والعبد إماما، وتعبيره بيجوز يستفاد منه أنه ليس هو الأفضل وإنما الأفضل خلافه، الأفضل أن يكون الإمام حرا والمأموم عبدا، لأن الإمامة منصب من مناصب الدين المشرفة ومنصب جليل، وهذا المنصب الجليل أليق بالأحرار من العبيد. طب انتوا كده بقى مش مجتمع طبقي؟ نالهم لا، لأن دي منصب من مناصب الدين، ده ولاية، والولاية إنما تليق بمن هو مهيئ لها نفسيا ومهيئ لها اجتماعيا. الحر يتوقى لنفسه وعرضه ما لا يتوقى العبد. لو كان العبد فقيها، عبد يعني مذاكر كتاب الصلاة من كتاب منهاج الطالبين وحواشي كمان وتعليقات وإلى آخره، وحر مش مذاكر، طيب أيهما أفضل للإمامة؟ ما هو واحد فضل بالفقه ونقص في يعني الرتبة ده عبد، والآخر فضل بالرتبة ونقص في العلم فاستويا، ولذلك الأرجح من هذه الثلاثة آراء هو أنهما مستويان، لأن العبد فضل بشيء ونقص منه شيء، والحر فضل بشيء ونقص منه شيء فتساويا، ويكون حينئذ ما فيش حد إيه كعبارة المصريين ما فيش حد أحسن من حد، إلا في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة هيقدم فيها في هذه الحالة التي يعني فضل هذا بشيء وفضل هذا بشيء يقدم فيها الحر، لأن صلاة الجنازة دعاء وشفاعة، والشفاعة والدعاء من الحر أليق وأنسب. والبالغ بالمراهق، يعني ويجوز كذلك أن يقتدي الشخص البالغ بالمراهق يعني بالصبي، أراد هنا من المراهق الصبي المميز وإن لم يكن قد قارب الاحتلام، للإجماع على صحة الاقتداء به، لأن أهل العلم أجمعوا على أن البالغ يصح أن يقتدي بالصبي المميز. المراهق في اللغة هو من قارب البلوغ، لكن المراد هنا من المراهق الصبي المميز حتى وإن لم يكن قارب البلوغ. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ما فيهاش مشكلة إلا بقى في العصر الحديث، هذا العصر النكد،
الذي رأينا فيه العجائب والويلات. رأينا المرأة تكون إماما في الصلاة ويصلي خلفها الرجال، وما هم برجال إنما هم مخنثون. إيه اللي انتوا ده يا أخوانا؟ ده دين. المقصود لا يصح قدوة الرجل الواضح بالمرأة الواضحة، يعني لأنه لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. بعضهم حمل الحديث كالشافعية على محمل عام، فمنع المرأة من تولي كل أنواع المناصب والولايات، ومنهم من حمله على الصلاة. خلينا على الصلاة في هذا الموضع يعني، لأنه ده المكان، لكن الشافعية عمموا ووسعوا، وأنا من جواي قلبي بيقول لي خليك شافعي. مش قضيتنا إن احنا نتكلم على غير الصلاة، لكن في الصلاة لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. نعمل ايه بقى في النص؟ ما هم لما أرادوا إن هم يخرجوا من الدين لم يعلنوها كده يعني صراحة، وإنما بدأوا يتكلمون في أئمة السنة. الإمام البخاري وقع، الإمام مسلم وقع. طب أنت يعني عندما طعنت في أجود كتابين وأصح كتابين بعد كتاب الله، ما بقي لنا من الكتب؟ لا شيء. ونبدأ بعد ذلك ندخل على القرآن، والقرآن حمل أوجه، وما دام حمل أوجه يبقى ننتخب جملة من المثقفين ليسوا من أهل الدين، لأن أهل الدين دول يعني عقولهم مغلقة فمش هينفعوا. نختار المثقف الفلاني والمثقف العلاني يضعون لنا تفسيرا للنصوص. هذا ما أرادوا، والله سبحانه وتعالى وأقسم بالله سيخيب سعيهم ويحطم آمالهم ويحفظ هذا الدين حتى ولو كان المدافع عنه رجلا واحدا في هذه الدنيا. طيب، فكن أنت عبد الله المدافع عن دينك، والدنيا ما هي إلا ساعة، فاجعلها لله طاعة. قال ولا تصح قدوة قارئ، القارئ اللي هو من يحسن قراءة الفاتحة، وهذا تفسير مراد في هذا الموطن، لأن القارئ عرفا هو من يقرأ القرآن كله. قارئ يعني إيه؟ يعني مجيد لقراءة القرآن، لكنهم لم يريدوا هذا المعنى هنا، وإنما أرادوا قارئ يعني إيه؟ يعني من يحسن قراءة الفاتحة بألا يخل بحرف، والإخلال بحرف يعني بأن يسقط حرف أو تشديدا. عندي الإخلال بحرف معناه إن هو يسقط حرف، إياك نعبد إياك نستعين يبقى ده أخل بحرف، أو إن هو يبدل حرف مكان حرف. اهدنا الصراط المتقيم، مش المستقيم، المتقيم، يبقى ده أبدل، وما دام أبدل يبقى إيه؟ أخل، وما دام أخل يبقى إيه؟ يبقى أمي، مش أم أنا يعني، هو اللي أمي. أو تشديدة منها، أو أخل بتشديدة، لأن التشديدة في الحقيقة تعبر عن حرفين. ولا أمي يعني، قال لك ده الأمي ده هو في العرف من لا يقرأ ولا يكتب، بيسموا أمي يعني أنه على الحالة التي خرج عليها من بطن أمه، كأنه استصحب العدم، أنه ما زال أمي، نسبة إلى الأم، نسبة إلى أنه قد خرج من بطن أمه لا يكتب ولا يقرأ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولا فرق في حكم الأمي بين من أمكنه التعلم أو لم يمكنه التعلم، سواء أمكنه التعلم ولم يتعلم فكذلك هو أمي، أو لم يمكنه التعلم هو أمي ولا تصح صلاته لقارئ. أما صلاته في نفسه فيها تفصيل، إن أمكنه التعلم وتباطأ وقصر فلم يتعلم فهو آثم وصلاته باطل،
وإن لم يمكنه التعلم بأن كان يعني أزمن بين الإسلام وبين الصلاة قصير، أو لم يجد في القرية التي هو فيها من يعلمه، فهذا معذور. يكره الاقتداء بنحو لاحن، لحنا لا يغير المعنى في الفاتحة، كأن يقول الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. قال ده لغير، ده لحن، ولا يعني إيه لحن؟ يعني أنه أخطأ خطأ لا يغير المعنى. الحمد لله مش لله. طيب على كل حال فلا يضر ذلك اللحن، ولكن يكره، يكره ذلك اللحن لما فيه من تغيير نظم أو من تغيير هيئة كلام الله. ويحرم على العامد العالم، عامد هو عارف، عالم يعني عارف إني لله مكسورة، ومتعمد أن يقرأها مضمومة، يعني من سبق لسان، يحرم عليه ذلك. وإن غير المعنى في الفاتحة كأنعمت، ده انت بقى اللي أنعمت، ده ربنا الذي أنعمت عليه، أو أنعمت، ده واحدة، يبقى بكسر التاء أو بضمها فلا تصح الإمامة حينئذ، سواء أمكنه التعلم أو لم يمكنه التعلم. يبقى كده أمي بهذه الطريقة، أمي، وما دام أمي وأنا قارئ لا تصح صلاتي خلفه. صلاة اللاحن في نفسه فيها تفصيل، لو أمكنه التعلم لم تصح، وعلى هذا لا يقتدي مثله به. اللحن في غير الفاتحة لا يضر المعنى، لكنه حرام ممن كان عالما عامدا، وإن غير المعنى، يبقى إن لم يغير لا يضر في صحة الصلاة، لكنه حرام من العالم العامد. إن غير المعنى، فإن كان عامدا عالما قادرا على الصواب بطلت صلاته. عامد يعني عمد أن يغير المعنى بكلامه، عالما يعني عالم بالقراءة الصحيح قادرا على تصحيح الصواب على القراءة بطلت صلاته. وإن كان ناسيا، ناسي الإعراب فقرأ بالإعراب المزيف، أو كان جاهلا يعني ما يعرفش الإعراب السليم، أو كان عاجزا عن الصواب، هو لسانه مش مطوعه على القراءة السليم، صحت صلاته والقدوة به مع الكراهة. انتهينا من هذا القدر، وفي المرة القادمة إن شاء الله نقرأ يعني في شرط القدوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لكم الأمر، وأن يصلح أحوالكم، وأن يزيد في عقولكم وفهمكم وإتقانكم للغة العربية، وأن يجعل عملكم مقبولا وسعيكم، وأن يجعل سعيكم مشكورا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، وأن يبعد عنا كل مفتن، وأن يبعد عنا كل من يريد أن يبعدنا عن ديننا وعن التمسك بشريعتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا في هذا الزمان، زمان الفتن. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان، وثبتنا على منهجك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا في هذه المحن والفتن، اللهم الطف بنا في المحن والفتن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.